فبس عايز ابتديها الاول بنقطه اللي هو حل الاسر الحزبيه. فاول السنه اللي فاتت ابتدينا بقرار وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق في سبتمبر بحل النشاط الحزبي جوه الجامعه، بعديها على طول تابعه بحل الاسر اللي بتمارس النشاط السياسي. ما ده مخالف المفروض للائحه التنفيذيه لقانون التنظيم الجامعي. مع ان الحاجه الغريبه اللي في الموضوع الكيان الشرعي او الكيان المعترف به اللي هو اتحاد الطلبه في لجنه اسمها اللجنه الثقافيه والسياسيه. اللجنه الثقافيه والسياسيه ديت اللي هي بتسعى لتوعيه الدور السياسي في للطلاب جوه الجامعات. بتسعى لفكره التعدديه او اللي هو فكره اللي هو كل طالب ليه حق اللي هو يتكلم وكل طالب ليه حق اللي هو يقول رايه السياسي او يقول رايه الحزبي جوه الجامعه. الجامعه جزء من المجتمع العام ولينا الحق كطلاب اللي احنا نمارس فيه الحق دوت جوه الجامعه. ده طبعا بيعتبر انتهاك واضح لحق الطلاب في تنظيم وتكوين الاسر وتاميم الجامعات وتصدير صور للطلاب توحي بان العمل السياسي يعني هم عايزين يوصلوا للطلاب اللي هو العمل السياسي دوت حاجه عيب، حاجه حرام. يعني انت ما تمارسش سياسه عشان تسقط مثلا، او ما تمارسش سياسه دي حاجه وحشه ما ينفعش تعملها. الحاجه اللي بعد كده على طول هتكلم فيها اللي هي ازمه اعداد اللائحه الطلابيه. اخرجت وزاره التعليم العالي اللائحه الطلابيه ماليه واداريه، طبعا دوت بعد مماطله كبيره جدا فصل دراسي كامل بدون مشاركه الطلاب. ده طبعا يعتبر مخالف للائحه التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات التي تنص على ده النص. ده النص بتاع قانون تنظيم الجامعات اللي هو نصه كده هوت: يصدر وزير التعليم العالي اللائحه الماليه والاداريه المنظمه العامه للاتحادات الطلابيه بناء على المقترحات المقدمه من اتحاد طلاب مصر. تمام. النقطه اللي بعد كده الغاء انتخابات الطلاب. المجلس الاعلى للجامعات بالغاء انتخاب الاتحاد العام اللي فات طبعا من غير اي مبرر منطقي ولا غير اي حاجه. المبرر اللي هو كان قدامهم اللي احنا قعدوا نطلبه واللائحه والموضوع دوت اللي هو فصل الدراسي الاول، وباعتبار اللي هو ما رضوش يعملوا الانتخابات بتاع اتحاد الطلبه اللي هو ما ينفعش يتعمل انتخابات اتحاد الطلبه في فصل الدراسي الثاني، ولو حصل كده هو فيعتبر الاتحاد دوت باطل.